نحن نخدم هو الشعار الذي آمن به الحاكم فادي غانم. ومنه أوقد الشعلة في سنة 2016-2017. فبعد تعهده في المؤتمر الدولي المنعقد في اليابان في تموز 2016 أمام الرئيس الدولي للجمعية، عاد إلى لبنان مصمماً على السير في دروب الخدمة في المنطقة 351. اتخذ من التحفيز شعاراً له، تحفيز الأندية وتحفيز الأعضاء على العمل للإنسان والوطن، ونشر صورة مشرقة للمنطقة 351. من هذا المنطلق ترأس الوفود إلى المحافل اللايونزية الدولية، بدءاً بأوروبا فورم في بلغاريا، مروراً بمؤتمر الهند، جنوب آسيا، أفريقيا والشرق الأوسط في سريلانكا، ومؤتمر كل أفريقيا المنعقد في القاهرة، ومؤتمر حوض البحر الأبيض المتوسط في الإسكندرية، وانتهاءً بالمؤتمر الدولي في شيكاغو، حيث ارتفعت أعلام لبنان والأردن وفلسطين والعراق في كل هذه المحافل الدولية. كما شارك في يوم اللايونز في الأمم المتحدة في نيويورك تكريماً للجمعية التي كان لها الدور الرائد في وضع شرعة المنظمات غير الحكومية في العام 1945. وزار الحاكم العديد من سفراء الدول المعتمدين في لبنان شارحاً لهم عن الدور الذي تقوم به المنطقة 351، وأيقن فادي غانم أنه يتوجب إيصال نشاطات الجمعية إلى المسؤولين الرسميين. ترأس الوفود اللايونزية التي زارت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، ووزير الدفاع يعقوب الصراف، ووزير الإعلام ملحم رياشي، ووزير الثقافة غطاس خوري. وتوج هذه الزيارات الرسمية بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، الذي أثنى على الدور الرائد الذي تقوم به الجمعية في خدمة الإنسان والوطن. وتميزت هذه السنة بكثرة الإطلالات الإعلامية عبر الإذاعات والتلفزيونات، وعبر نشر أخبار الخدمة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية. وهذا العام نشطت الخدمة بشكل كبير من خلال تقديم المنح المدرسية، كما تابع برنامج لايونز كويست نشاطه في المدارس المشاركة، وتم هذا العام توزيع العديد من الحصص الغذائية على العائلات المحتاجة، وكذلك تم تفعيل برامج إنماء الريف لتعليم السيدات على صنعة يدوية حرفية، كما نشطت الحملات الطبية لاسيما للكشف والوقاية من مرض السكري عند المواطنين في مختلف البلدات، وكذلك الكشف على سمع وبصر المواطنين، وتقديم مئات النظارات الطبية ودعم عشرات عمليات الماء الزرقاء، كما أقيمت العديد من محاضرات التوعية لاسيما حول لغة بريل الخاصة بفاقدي البصر. ووقع الحاكم فادي غانم اتفاقية تعاون بين اللايونز وجمعية أمراض وجراحة العين. كذلك نشط مطعم الخير اللايونزي ومسرحه ولايونز بوتيك في مركز الخير، الذي استقبل العديد من العجزة والأطفال والعائلات الأقل حظاً. وشاركت الجمعية هذه السنة بدعم حقوق المرأة عبر المشاركة في طاولات الحوار وتنظيم محاضرات التوعية. ولم ينسى الحاكم هذه السنة النازحين السوريين والعراقيين،
وتم تقديم كميات من المستلزمات الأساسية لهم، لا سيما في مخيمات النزوح في عرسال في شرق لبنان. وكذلك في الأردن قدمت لهم المستلزمات بحضور رئيس الجمعية القاضي الأمريكي باب كورلو، الذي خص الأردن بزيارة مميزة وأخذ التكريم حيزاً كبيراً هذا العام، بدءاً بتكريم قدام العسكريين في الجيش اللبناني في الجنوب، مروراً بتكريم الممرضة في يومها، وصولاً إلى تكريم الحكام السابقين للجمعية. وتكريم شخصيات تركوا بصمات واضحة على الصعيدين الوطني والاجتماعي، فتم تكريم الإعلامية ماجي فرح وأمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عزار ورئيس كاريتاس لبنان الأب بول كرم. كما كانت حصة تكريم الأوائل من أهل الفكر والقلم كبيرة، حيث تم تكريم الإعلاميين الشيخ خليل الخوري والأستاذ رفيق خوري ودكتور رضوان مولوي والوزير محمد المشنوع. كما نظمت الجمعية نشاطاً أدبياً بعنوان طرابلس بأعين الشباب، وأقيمت أمسية لتكريم العمالقة وهم الأخوين رحباني والفنانين وديع الصافي وزكي نصيف والفنانة صباح، عبر عزف وإنشاد أغاني لهم من خلال الأوركسترا الأرمونية التابعة لموسيقى قوى الأمن الداخلي بقيادة العقيد زياد مراد. ونظمت الجمعية في أحضان محمية أرز الباروك مباراة في التصوير الفوتوغرافي، وأقيم في نفس المكان سيمبوزيوم لبنان أرض الوحي، حيث قام العديد من الفنانين التشكيليين برسم لوحات طبيعية. وإن كان الحاكم فادي غانم واللجان التي شكلها قد قامت بكل تلك الإنجازات، إلا أن تحفيزه لأندية الليونز والليو قد أتى بنتائج كبيرة، أولها المحافظة على العضوية المرتفعة في المنطقة 351 مع ما يقارب 2500 عضو، وثانيها الزخم في نشاطات الأندية في لبنان والأردن والعراق وفلسطين التي قامت بتأدية واجباتها الإنسانية على أكمل وجه، حيث امتدت أيادي الخير إلى كل زاوية راسمة البسمة على وجوه من حرموا منها. وقد بلغت نشاطات الأندية ذروتها على عيد الميلاد، حيث وصلت إلى أعداد كبيرة من الأطفال لزرع الفرح في قلوب متعطشة إليه. إنها سنة الخدمة، إنها سنة التحفيز على الخدمة، أرادها الحاكم فادي غانم أملاً بغد أفضل. فغدا الفرح عنواناً لسنته، فمن كل ضحكة ارتسمت على وجه محتاج أو متعب أو مريض، ومن كل سعادة استعادها من غابت عنه دهراً، ومن كل الليونز في المنطقة 351 تحية تقدير ومحبة لمن آمن أن حصاد الغد هو زرع اليوم. إلى فادي غانم شكراً من القلب.